32 منوفية يا فندم. ماشي يا بتاع الفول. فاكرين يا شويش؟ انت ايه اللي عاجبك في العربية الكهنة دي؟ هي قديمة صحيح لكن اصيلة، ياما لعبت عليها وانا صغير ايام ما كانت بتاعتنا بقى. بتاعتكم؟ ابويا الله يرحمه اصله كان على نياته، خدها منه العمدة بتراب الفلوس. العمدة؟ ايوه. من امه ليه يا ولد؟ سيبيه، ما مشيتش مساعدة زيك يبقى بتاعي. بتاعك بتاعك، لكن امه عايزاه. سيبيه. اي اي سعد. اي مالك يا سعد؟ سنيدي اتكسرت. وريني كده. طب ارميها في عين الشمس وقول لها يا شمس يا شموسة خدي سنة الحمار وهاتي سنة العروس. يا شمس يا شموسة خدي سنة الحمار وهاتي، بس انا مش حمار. لا ناصح. ولا يا سعد، الفول الجديد وصل، خليك انت مع سعد وامه وانا حوصل ادي خبر لاب. ابا الفول الجديد وصل يابا. حسنين كان قال لي ان دوري النهارده. هو مش دورك النهارده برضو يا عواد؟ ايوه ان شاء الله. ان شاء الله. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. ما تتجوزها يا اخي، ايه اللي حايشه؟ ما تتجوزها يا اخي، ايه اللي حايشه؟ وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وأنت طيب يا عمدة. وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب يا عمدة. كل سنة وأنتوا طيبين يا رجالة. يا حسنين، يوم الجمعة قبل الصلاة تذبح عجلين وتفرقهم على أهل البلد. إلهي يعمل بيتك يا حاج. إلهي يعمل بيتك يا حاج. شايف جيبه منفوخ إزاي؟ يدي الحلقة للي بلوده. بالك لو الفلوس دي معايا يعني كان زمانك شايف دلوقتي واحد بيه حتى باشا. واد يا شمس خدامك يا سحسن. ايه تروح مع عم صلحي يكمر عند احمد ابو سالم، وانت عند عمك حسين، و
وانت عند محمد النمر، واللي يفض منك توديه مكمورة البيت رايق، مش حد تاني. رسائل زيادة في تكملة كل أرداب. ايوه، وفكرك التاجر حيرضى؟ مش بخطره طبعا، مفيش أرض بره مصر كله تنفع مكامير غير عندنا هنا، هيروحوا فين؟ والعمدة هيزود فلوس الفلاحين. لازم هو النص واحنا النص. سنتين يا اخواتي ما انا عارفة اجيب لي حتة جلابية جديد. والنبي معاهم جناهات كده، اهو اهو اهو. السلام ورحمة الله وبركاته. شارس حسنين يا مفاتحي. حاضر، خد يا فتح الشاي دي لعمك حسنين. السلام عليكم. عليكم السلام. عدم المؤاخذة يا حسنين، هو العمدة عدم المؤاخذة ناوي يزود تكمير الأرداب على التجار. مش بخطره، مجبر، ما هي كل حاجة بقت نار. لكن بتسأل ليه؟ لا أبدا، أصل عدم المؤاخذة كنت سمعت من واحد فلاح بيقول إن العمدة ناوي يزود الفلاحين. الناس دي ما عندهاش دم. مش العمدة بيدفع أجرة الشيالين والكيالين والسواقين؟ ما أنت عارف مين اللي ضربك يا مني؟ قول لي مين وأنا أعطيك شفاعته. عم حسنين. عم حسنين؟ وبتلعب في عربيات الناس ليه؟ امشي نجر قدام. دستور. أهلا يا حسنين. أنا كنت عايز أشوف الفول دي، حتى المجمورة اللي صفات نصيها. بكرة كملها لك. اقفل الباب لعيل يخش ياخد حاجة. من عينيا. حصليني بالمسرج أحسن، نسيت البطارية.
عارفه مذكور ابو سليمان يا زينه؟ ايوه عارفاه. جدع مستور وماله هدومه. ماله هدومه؟ ده رفع البوصه بيمشي يلق جوه الجلابيه. ماله ياب؟ اصله كلمني عليكي وقلت له اما اشوف. يعني سكيتي. انت زهقت مني يابا ولا ايه؟ يا زينب يا بنتي انا خلاص كبرت ونفسي اطمن عليكي والاقيكي في حمى راجل. ما تقولش كده ياب، والنبي لا تعيش 100 سنه وزياد. يعني هتفضلي قاعده كده يا زينب؟ كل فله ولها كيال ياب. نفسي اعرف كيالك يا زينب واطمن. ايه يابا؟ ده مذكور ابو سليمان راجل مستور وعنده طين. هو يعني الراجل بطينه؟ ده حتى مرسي اللي ما حلتوش الاضر حاطط عينه عليكي. رايك ايه؟ اللي تشوفه ياب. مرسي جلع طيب وابن حلال، وابوها الله يرحمه كان زي اخويا. بس اعمل ايه بقى ما دام ما بيتكلمش؟ يا الله اللي هنا. السلام عليكم يا عم حسين. عليكم السلام. اهلا سي حسنين. ايه المكموره انتلت؟ لاخرها. عال ومبروك الفول الجديد. الله يبارك فيك. مبروك والف مبروك له هو حضره العمده. عشر جروس زيادة في الأردب كتير قوي يا حاج. أنت فاكر أنا بيخش جيبي مليم من التكمير؟ والله كل ده عشان أهل البلد الغلابة. وأنت زعلان ليه؟ أنا زودت عليك 10 قروش، زودهم أنت على الناس في البيع. الله ينور عليك يا حاج، هو كده. على العموم ما باليد حيلة. أمرك يا حاج. هذه 100 جنيه تحت الحساب. سلام عليكم. ما تقعد تتغدى معانا. عامر بيك يا حاج. سلام عليكم. شنوان مش هيتلحلح من هنا الا اذا خد العدا بتاع كل سنه. نور يا عم شنوان. العفو يا حاج. زي ممدوح بيبوس ايديك يا حاج. عامل ايه في الجامعه؟ الحمد لله كله من خيرك يا حاج. ما تنساش تبعت العدا بتاع كل سنه لعم شنوان. ملوش لزوم يا حاج، احنا لينا بركه غيرك. ربنا يخليك ويطول عمرك يا حاج ويعمر بيتك. ايه يا ابني مش حاجه. اسمع على نفسكم يا رجاله، احسن القهوه بيدوس الضعيف في البلد دي. السلام عليكم. مع السلامه. اللي اقول يا مرسي، انت عاوز تتجوز زينب بنت عم حسين صحيح؟ اوعى حسه في عينك تتجوزها. ايه؟ ما انت هتتجوزها من هنا وهتخلفه كتاكيت من هنا، والكتاكيت لما تكبر هتبقى ايه؟ يا اما فراخ. يا اما فراخ برضه. وانت عارف حضره العمده غاوي يزلط الفراخ، مش عمل البلد كلها فراخ؟ ومفيش ولا ديك قادر يقف في وشه. امال مجلس القريه بيعمل ايه؟ صلى على النبي يا اخويا. مجلس قريته بقى، ما هو يا اما قرايبه يا اما محاسيبه. كل البلد كده؟ مش ممكن. مش ممكن ليه بقى؟ ده ابوك انت كمان الراجل الطيب كل يوم جمعه بيدعي له على المنبر. قال ايه؟ الحاج الطيب الكريم اللي بنى لنا جامع نصلي فيه. ما هو اصل اصل ايه وفصل ايه؟ اه يا بلد يا بلد، فراخ فراخ سفو. ما تاخدش على كلام هو كده، لكن قلب ابيض ما يقصدش يزعلك. طبعا اذنكم اجي اوصلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش فاهم هو كاره العمده ليه؟ يعني مش عارف ليه يا عطول؟ لا مش عارف. يبقى لازم بقى الشيخ ابو العينين طخ نفسه. يا ناس تقول لا، انت شفت بعينيك؟ ما شفتش، بس البلد كلها عارفه. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. تعال هنا. الفول الجديد وصل. هاتي له العاده يا ام ممدوح. حاضر. حطي له حتتين لحمه كبار. من عيني. كل سنه وانت طيب يا حاجه. وانت طيب.
مع السلام. ما بعتش لحد غيري في البلد كله. ربنا يديم المحبة. قول لي يا اخوي، هي اخته زيها؟ كبري وبقت عروسة زي القمر. ربنا ياخد بيدك يا ممدوح يا ابني وتاخد الشهادة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايش والدي؟ كل سنة وانت طيب يا ممدوح يا ابني. ده الفول الجديد بعتهولنا العمدة. ليه؟ يعني ايه ليه؟ بعتهولنا ليه؟ هدية. ليه؟ اصل هو وابوك حبايب الروح بالروح كده. وبتردله الهدية دي؟ خبرها يا ممدوح يا ابني، بقولك ده هدية والنبي يقبل الهدية. ياما اللي يقبل هدية لازم يردها. ومين قال اني ما بردهاش؟ وبتردها هدية ولا ايه؟ افتح لي محضر بس يا ممدوح. يابا ياما هدية ما بتتردش، عارفين دي تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ فهمني فهمني انت بقى يا بتاع الجامعة تبقى ايه؟ انت فاكر روحك ابن مين؟ ابن حتة مدرس الزامي ماهيته 12 جنيه وفاتح بيتين هنا وفي مصر عشان حضرتك تكمل تعليمك وتبقى بني ادم محترم راسك براس احسن واحد في البلد. يا ابني يا حبيبي، ما كل الناس بتقبل الهدايا. بس مش من حرامي. حرامي؟ بقى الراجل الطيب اللي لحم كتافك من خيره تقول عليه حرامي؟ كان سرق منك ايه؟ ابعاديه بتاعت ابوك؟ اللي يحتكر المكامير وياخد خيرها لنفسه ويجوع اصحابها يبقى ايه؟ يحتكر ولا ما يحتكرش؟ هي المكامير بتاعت ابوك؟ مش لازم تكون بتاعتنا عشان اتحمي عليها. انا اللي غلطان. كنت طلعتك فلاح ولا شغلتك بالإعدادية؟ هي بس يحتكر يا ابني اللي انتم زعلين نفسكم عليها دي تبقى ايه؟ دي حدوته طويله يا اما. الأرض تحتك بتطرح دهب بس يا خسارة مش ليكي. آه يا بلد يا بلد فراق. فراخ فراخ بتبيض علشان غيرها ياكل. اه يا بلد يا اخي قول سلام عليكم. ما هي حاجه تكفر يا مرسي. الارض ارض الفلاحين والمكامير في قلبها. طب ما تاجروها منكم للتاجر على طول الا لازم العمده في الوسط. وكمان لازم النقل في عربياته. طب وساكتين ليه؟ الشيخ ابو العينين ابو عبده الله يرحمه قال اني هكمر لحسابي، وتاني يوم كان رايح يصلي. وأني سافرت بعدها على طول. هي النيابة عملت ايه؟ فتحت محضر وناس ياما حطت اقوالها. شفت حاجة؟ لا 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 ما شفتش. بلد فراخ. راح تعمل ايه النيابة؟ وعلى ذلك وعلى ذلك يقيد الحادث يقيد الحادث ضد مجهول ضد مجهول. ومن يوميها والناس خايفة من المجهول. يا ناس بطلوا بقى، ده حتى أطيب من عمدتنا مفيش. راجل طيب وإيده سخية. طب ما تيجي نحسبها، الفلاح منا بياخد كام على تكمير الأرداب؟ 6 ساعة. والعمدة؟ 12 قرش وبقوا 22، فيها إيه؟ آه صحيح، فيها إيه دي؟ مش حطك في مجلس القرية؟ فراخ فراخ تبيض علشان غيرها يظلط. طب وسيد الملاح فراخ؟ فراخ في قفص ملوش جريد. بقى عوض قال كده يا عطو. ايه اللي قال كده؟ وانا عمري جبت لك اخبار كذب يا حضره العمده؟ ده انا لحم التافه من خيرك وواجب عليا اخدمك. طيب يا سيدي خد. يا خد عدوك. طب تعرف تكمل جميلك بقى وتروقنا شويه؟ ايوه مالو حسنين اروقك قوي. ها والله يا عالم
عالقوي. هي حصلت لكده يا حضرة العمدة؟ الواد عوض ده ان سبناه الكل هيسوق فيه، سيبني اتصرف معاه. ده المرحوم والدك كانت الفلاحين كلها تخشاه. الدنيا اتغيرت يا حسنين. انتوا كمرتوا فول عند عوض؟ لسه دوره بكره. بسيط، ما تكمروش عنده. بس ده ما فاضلش غير مكاميره، ونقلة بكره معمول حسابها تتكمر عنده. كلمة واحدة، ما تكمرش عنده. الفول هيبوظ، ونقول للتاجر ايه؟ اشتري منه، بيع اللي تبيعه، والبار ميل البهائم، وسيب عوض الكلب يكمر روحه السنة دي. يا حضرة العمدة، ده انا كان دوري النهاردة. أجلناه. للنقلة الجاية؟ للسنة الجاية. بس يا حضرة العمدة، حرام عليك يا حضرة العمدة، ده انا عندي عيال. ربنا يخليك يا حضرة العمدة. ازيك يا سعد؟ الله يسلمك، شفت سنتي يا عم مرسي؟ ها؟ خد ارميها في عين الشمس. مش راميها ومش قال لها خد سنة الحمار. مبارك يا سعد، كبرت اهو بتبدل اسنانك وبقيت عريس. سامعة؟ بس دي زينب هي اللي هتبقى عروسة. ها؟ استحي يا ولد، هتتجوز عريس مال هدوم. اصل ما تكون ابو سليمان يتكلم علي. جدع ابن حلال ومقتدر. غني ولا مش غني؟ انا قلت له يابا مانيش رايداه. الظاهر انك لسه بتبدل اسنانك يا عم مرسي. فتك بعافيه يا سي مرسي. كاميرك هتبات فاضيه السنه دي يا عوض. أنا من يوم ابويا ما مات واني مكاميري فاضيه. ليه ما تكمروش فل حسابكو؟ ايه رايك يا عطو؟ هو كلام كويس، بس مين اللي يضمن عند التجار؟ يعني مش موافق؟ لا 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 مؤاخذة ما اقصدش، أنا تحت أمركم وكل اللي تتفقوا عليه ماشي علي. وأنت يا أحمد؟ الكلام ده ما يعجبنيش، وأنا عن نفسي مبسوط كده. اللي أقول لي يا أحمد، وحياة النبي يا شيخ، تعملوا إيه في مجلس القرية بتاعكوا دي؟ أدي اللي أنتوا فالحين فيه، لا يعجبكوا العجب ولا الصيام في رجب. ليه يا مرسي انت ما تحفرش مكامير؟ ابويا الله يرحمه قال ما فحورش مكامير في ارضي والعمده هو اللي ياخد خير. دي حجه دي ولا انت ركرت يا سي احمد؟ الكلام ده ما يعجبكش ولا يمكن زيه مبسوط؟ مبسوط؟ العكس، ده انا محتاج لكل مليم يجي من المكامير، لكن مصاريف. طيب ابتدي فيها انت من بكره، واحنا باذن واحد احد نساعدك كلنا، انا وعوض واني كمان. لا 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 لا، مالك انت ومال الكلام ده؟ انت فاندي. بس ما تقولش فاندي. اذا على خيرة الله،
من بكره ان شاء الله هفحر مكمورتين. مبروك يا عم، وبكره دخلك يزيد وتحقق اللي املك فيه. مبروك يا مرسي. مبروك يا مرسي. روح انت المرسي. حاضر. بالسياسه وان ما نفعتش اتصرف. اسمع يا مرسي، حاجه من اتنين، اذا حفرت مكامير في ارضك يبقى زيك زي كل الفلاحين، يا تاجرها للعمده يا اما ما تعملش مكامير خالص. الفول هنجيبه لحسابنا، ولا فيش قانون يمنعنا كده. اكرموه. اوعى اوعى ادعو. بيشتري غيرهم بسكيبة فول. سايقة عليك النبي يا ابني، بلاش تجيب سيرة العمدة، بلاش تزعل ابوك يا حبيبي. يلا قوم بقى يا ابني، قوم لتفوتك صلاة الجمعة. يلا. ويقف ابويا في الجامع ويقول وادعوا معايا ان ربنا يطول لنا في عمر الحاج حسن عيد. امين امين. عمدة بلدنا الطيب اللي بنالنا الجامع ده. امين. واللي خيره علينا كلنا، ربنا يزيده من نعيمه. اللهم آمين. 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 اللهم تقبل منا دعانا. أحسنتم يا عم شنوان. العفو يا حضرة العمدة، العفو. ممدوح تعال يا ممدوح، سلم على عمك الحاج. نروح له احنا. ازيك يا استاذ ممدوح؟ اهلا يا حضرة العمدة. يا راجل مش تيجي تسلم ولا يعني خلاص ما بقيناش قد المقام؟ العفو يا حاج العفو، ده اخوك الصغير يا حضرة العمدة. يا حضرة العمدة. ايه اللي عمل فيك كده يا مرسي؟ حسنين قريبك يا عمدة. فعل المجهول يا عمدة، فعل المجهول. اجري يا واد هات لي حسنين من تحت الارض. ويقيد الحادث ضد مجهول. قسما بالله لو ثبت ان حسنين هو اللي ضرب مرسي لكون سجنه. كل مجهول ولو مجهول يا عمدة. نروح نستنى في الدوار، والتحقيق يبقى هناك قدامكم كلكم. يلا بينا. كنت فين ما
الصبح يا حسنين. ايه الحكاية؟ كنت في المركز. انا مش كذاب يا عمدة. تعال هنا يا ولد. انت لقيته فين؟ بعناية دي شايفه نازل من العربية اللي جاي من المركز. يعني مرسي هيتبلع عليه؟ مين يعرف؟ يمكن بينهم حجازات قديمة. يمكن. إن بعض الظن إثم. آه يا بلد. فرخة وجاية تشتكي الإيد اللي ذبحاها لصاحبها. بلد فراخ. اسكتوا خالص. اغرفوا. خليكوا ساكتين كده اهو. فراخ. فراخ. لكو ديك واحد. والمكامير مكاميركم. جرى ايه يا واد يا عبدو؟ انت هتسوق جنانك علينا ولا ايه؟ سيبوا يا حسنين، احنا ما بناكلش مال حد. وما بنغصبش على حد. يعني لو فلاح حد يستقل بمكمورته هتسيبه؟ وانا حمنعهم ليه يا استاذ ممدوح؟ شوية مية يغسل وشه. ايه اللي حصل؟ مش وقته بس، هات انت المية. مرسي. انت تقعد معانا على الغدا بقى. جهزينا غدا يا زينب. حاضر يا. تذبحينا فرخة عدقية. ولا ده كبت احسن. عمري ما قتلت نملة، لكن يظهر لازم اقتله، بس بطريقة تخلي النيابة تقول زي ما قالت فابويا، الحادث ضد مجهول. والنبي يا عمدة لكم مجهولك. هتقتله النهاردة هيطلع غيره بكرة وتتكرر حكاية والدك تاني. طيب يا اخوي خلاص خليكوا ساكتين. والله لو جماعة عمرها ما هتتكرر. عليك نور يا عم حسين. صحيح ايد لوحديها ما تسقفش. اذا احنا نجمع اكبر عدد من اصحاب المكامير ونعمل منهم جمعية يدروها بنفسهم ولمصلحتهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تخلينا في حالنا احسن. خلينا في حالنا ازاي؟ ده احنا في عوزة ومحلتناش اللض. ومحدش بدي تاني حقه اللي سخف منه. احنا نستنى ونشوف. نفعوا نعمل زيهم. ما نفعوش ادي احنا في حالنا ويا دار ما دخلك شر. اهو انت هتفضل طول عمرك كده.
اذا كان العمده قال بنفسه اللي عاوز يكمر لحسابه هو حر. او كلام. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. وادي عباس. عباس قول لامك تعمل لي كوبايه شاي. حاضر يابا. وهنبعت مندوب عنا يتفق مع التجار ويفهمهم اننا هنكمر الارداب بخمسة قروش اقل من العمده، يبقى هم كسبانين واحنا كسبانين. قلتوا ايه؟ انا بقول يعني عدم المؤاخذه احنا نكلم حضرة العمده نستسمحه يزود لنا قرش ولا اتنين على الارداب. يبقى عملنا زي ما مرسي راح يشتكي حسنين للعمده. ده حقنا وهناخده ومفيش حد احسن من حد. ده ده هو برضو العين تقل على الحاجب. الناس خلوا عندكم شويه حي. حكايه اننا نترجى العمده يزودنا ما افتكرش انه هيرضى لانه هيخسر. مصلحته متعارضه مع مصلحتنا. يبقى نتقابل بكره زي دلوقتي هنا برضه. واكون انا جهزت لكم كل الاوراق المطلوبه. تتعشى معانا بقى يا مرسي. كتر خيرك يا عم حسين. يظهر عليك بتعز مرسي قوي يا عم حسين. امال ده ابوه الله يرحمه كان عز عليا من اخويا. يعني لو طلب منك اي حاجه هتوافق؟ خير يا مرسي. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب. راسها ناشفه ما تجيش الا بالدق. اختشي يا ولا يا ساعه ما تهزرش في الجد. هو لعب عيال ولا لعب عيال؟ ما تخافش على زينب يا عم حسين. زينب هتفضل طول عمرها في العين دي والعين دي كده. هو يا خساره تعليمي فيك. معلش يا سعد خلي الدق لما تتجوز انت. ايه مال ايه؟ ابنك لو ما عرفتش تلمه أنا هعرف إزاي ألمه. ده ممدوح لسه عيل، مش ممكن يكون بيوزي الفلاحين عليه. ذنبك على جنبك. اتفضل. أنا هحرم عليه قبل الناس دول. سلام عليكم. اسمع يا حسنين، أنا نازل مصر يومين بخصوص جواز سلواختي، وفي اليومين دول عليك انت الفلاحين تأدبهم. تحت امرك. ها قلت ايه؟ امرك يا حسنين امرك. برضو الواحد ما يضمنش ينام الليل يصبح يلاقي زرعته محروقة ولا جاموسته مسمومة ولا. لا اني ماليش دعوة بحاجة. اني راجل غلبان. على العموم انت اضرب مصلحتك. يا سلام يا زينب لو قدرنا نجيب الفل لحسابنا والقرش يجري في ايدينا. يعني كنت هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الا دي داني بط في بطه وكيلي حرير في حريره لبيسه. بالك انت الست سالوه بتتريح بايه؟ ياسمين. ياسمين وقرون في الرياح. وهتفضل كده على طول ولا عينك هتزوغ على واحدة تاني؟ ان شاء الله يا شيخ انتصف نظري لو بصيت لواحدة غير بعد الشر. ان شاء الله يا رب اللي يكره. وساعبت ازيك يا ام عباس؟ ازيك يا عباس؟ طه انت راجل كلك مفهومية، تقل عقلك وتمشي ورا مرسي. انا هجيب لك من العمدة اردب فول بلاش. احنا احرار ونعمل اللي احنا عاوزينه كده. طب خلي بالك بقى يا شاطر وابقى سلم لي على المحروس ابنك. اهلا
اهلا. ايه مالك يا حبيب؟ انت زعلان ليه؟ انا عايز اروح لابويا. الله، هو ما جابلكش الحلاوه؟ هات الحلاوه يا ابراهيم. ايه قول لي، عمرك شفت المكموره من جوه؟ لا ابويا مرضيش. تحب تتفرج عليها؟ اه. طب تعالي. الواد فين؟ تليه هنا ولا هنا؟ عباس، عباس، واد يا عباس، عباس. ما شفتوش عباس؟ مين؟ عباس ابنك؟ لا ما شفناهش يا خال. شاطر زي ابوك. قول لي يا ابني، ما شفتش عباس؟ عباس ابنك؟ ايه، مشي مع راجل غريب معاه بندقية. يا نهار اسود، خدفوا الواد يا بقى. وبعدين بقى في قلة الحقيقة، يعني كنت مأجرني غفير للمحروس ابنك؟ يعني الأرض بلعته. عندك البوليس، روح اشتكيله. اعمل معروف يا سحسنين، رجع لعباس. أنا خلاص ماليش دعوة بأي حاجة، بس رجع لعباس. شوف يا أخويا الراجل، أرجعه لك إزاي؟ إحنا ندور عليه سوا، انت من جيها واحنا من جيها، ومن هنا لليل ضروري هنلاقيه. وايد لوحدها ما تسقفش، ولا ايه امرك يا سحسنين؟ الصعيد واتفق مع التجار. وهو العمده وحسنين هيسيبوكوا؟ هيعملوا ايه يعني؟ على فكره مش عايزه حاجه من مصر؟ عايزه سلامتك يا سي مرسي. واذا كان يعني ضروري تبقى حرد. بس كده؟ حرد حمر. حمرة وخضرة وزيتي وعسل لون عينيك الحلوه.
حدش جه دلوقتي ييجوا. أحب عيشة الحرية ترلم ترلم طالع بالليل ليه يا شمس؟ حلوة دي. قول لي طالع بالليل ليه يا شمس؟ أصل الدنيا حالها تقلب. على فين العزم كده؟ أبدا، كنت رايح للمقدس حنة. المقدس حنة بيته على يمينك. اه صحيح، اتاري دي اليمين. يمينك يبقى من هنا. والله والله يا شيخ اليومين دول الواحد مش عارف يمينه من شماله. يا سمرسي دول قاطعين السكه بره، واحنا هنفضل قاعدين ساكتين كده؟ العافية مش من صالحنا دلوقتي. أنا بقول نبتدي بنفسنا الأول، والباقيين لما يلاقونا نجحنا هينضمون. أهو دي كلام معقول ده؟ ما دام هما طلعوا فراخ، إحنا ما نطلعش فراخ. دلوقتي إحنا نمضي هنا عشان أسافر الصبح ومعايا التوكيل. ومين اللي يجيب لنا الضماني؟ خلي دي عليا أنا، أنا هتفاهم معاهم. ممدوح تسلفني شنطتك؟ أيوه خدها وإحنا مروحين، وتسافر من الفجر عشان تكسب يوم. يلا بينا يا رجال. من الفجر طبعاً، خير البر عاجله. الصبح مرسي مسافر ورايح اودعه. يا فتاح يا عليم اقعد يا ابني، ربنا يهديك. ودي فيها ايدي كمان كده. تاخد المفتاح بالعافيه اذا حبيت. اعوذ بالله، انت تخلص اجازتك بقى وتريحني. صباح الخير. يا صباح النور، لسه كنت جاي لك. اهلا اهلا اهلا. خلاص نويت؟ بمشيئه الله. مسافر؟ ان شاء الله يا حبيبي. يعني مش هتيجي تتغدى عندنا زي كل يوم؟ اختشي. مش عايز حاجه من مصر؟ هات لي سنه جديده، وما تخافش انت على ارضك، انا هحرسها لك. قدها وقدود يا سي سعد. يمكن تجوع في السكه. تسلم ايديكي. سلام عليكم. عليكم السلام، مع السلامه. مش عايزة حاجة من مصر غير حد مترتر. عايزك ترجع لي بالسلام. الله يسلمك. خلي بالك على نفسك. ما تخافيش علي. خلي بالك من ترميات مصر. ما تجمدي قلبك، امال عمر الشقي باقي. يعني مفيش حد غيرك يسافر؟ ما هو لو كل واحد يتكل على التاني مش هنعمل حاجة. فوتك بعافية. الله يعافيك، مع السلام. الله يسلمك.
فين؟ كان أمل أجيب لك حددت يا دلعي قولي الساعة أوهو لحرص الأرض. لا أنت بخير مرس مرس يا ابني يا حبيبي التوكيل حد تاني يوم بيه صارتك يا مرسي 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 طيب مرسي 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 ولا تقتلوا النفس التي ابني مين ومن عيلة مين؟ الكلام ده كان زمان مش دلوقتي. المهم انه موظف كبير ومركزه خطير. ها قلت ايه يا سلوى؟ ما دام مركزه كويس اللي تشوفه يا اخويا. مبروك يا روحي. ميرسي. اما اروح بقى البس الجلابيه عشان اعزي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فضلكم من فضلكم اسمعونا، انا اخونا مرسي مات وكلنا عارفين ان المجرم مش هيتحاسب. مجهول يعني؟ المشروع اللي مات مرسي بسببه هنستفيد منه كلنا، كل البلد، اصحاب المكامير دخلهم هيزيد، الشيالين اجرتهم هتكبر، باقي المكسب هنصرفه على القريه، نبني في المدرسه فصل جديد بدل ما عيالنا يمشوا لغايه المركز، الواحده قايله للسقوط نرمها ولا حتى نبني واحده غيرها كده، يبقى العزا الحقيقي في مرسي. لا لا، اللي عايز يعزيني صحيح ياخد بطار جوزي. يعزيني انا يمضي لي هنا. هتفضلوا خايفين كده لحد امتى؟ السنه اللي فاتت ابويا، والسنه دي، والسنه الجايه مين عارف، يمكن انت يا رمضان ولا انت يا احمد، مين عارف.
احنا كنا بنربيك وبنعلمك وبنصرف عليك دم قلبنا عشان تيجي في الاخر وتضيع نفسك في شربة مياه يا ابني. قطيعة تقطع المكامير على اصحابها ريحتكر في ساعة واحدة. انت من الفجر لازم تسافر. يا اما ما تتعبيش نفسك على الفاضي. مش مسافر يعني مش مسافر؟ هيقولوا عليا خف وهرب. لا يا ابني سافر على بركة الله. اهلا عم حسين. سافر يا حبيبي. حتى انت عم حسين. طبعا مصلحتك ومصلحتنا احنا كمان انك تسافر. ما هو انت هتفيدنا اكتر لو خدت شهادتك ورجعت لنا بيها تاني. يعني الاتوبيس اتاخر؟ يابا ما اتاخرش، احنا اللي جايين بدري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممدوح مسافر اهو واحنا مستنيين الاتوبيس. كده هتوحشنا يا سي ممدوح. خلاص بقى يا دوب يلحق يذاكر ويجهز نفسه لامتحان اخر السنه. مع الف سلامه. اهو مسافر اهو. خليك انت يا سلام عليكم. لا ما سيبكش الا ما اشوف القطر ماشي بيك على مصر. اطلع. اهلا ابو حميد. مرحب حسنين. على فين العزم بدري كده؟ نازل بندر في شغلانة. هتعوق كتير؟ اجي اخر النهار. مع الفين سلامة. الله يسلمك. احمد مش هين. ما انا عارف. بس انا كنت فايت قلت اطمن على الفول. انت عايز ايه؟ سافر. مين فيه؟ ممدوح. مش هرتاح الا اذا مشيت في جنازته. لا يا حسنين، مش عايز اي شوشره اليومين دول. خلي الجو يهدى لغايه ما نخلص من فرح سلوى. نعمل ان احنا سلمنا لهم، واذا جابوا فول من ورانا يكمروه. سيبهم يجيبوه. احنا نهدى لغايه ما نجيب الفول. لازم نبان قدام العمده ورجالته ان احنا خلاص سلمنا وركبنا الخوف. هني مش غيظني غير الفلاحين اللي مضوا معانا وبعدين خافوا ورجعوا في كلامهم. كنت فاكرهم رجاله طلعوا فراخ. حلو قوي. انا قلت من الاول ان احنا بننفخ في قربه مقطوعه. ما صدقتونيش. لا لما يشوفونا نجحنا هيجونا برجليهم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من الليل انا معاكم. الحمد لله على السلامة. معلش. اهلا وسهلا يا احمد. احنا ولاد الليلة باذن الله ومن غير مقاطعة الفول حيوصل قبل فرح اخت العمدة باربع ايام. الكلام ده سر ما يطلعش من حد مننا. انا يابا اللي محيرني. الراجل ده بيعرف اخبارنا ازاي؟
ايوه صحيح، هو بيعرف اخبارنا ازاي؟ اهم حاجه غريبه بصحيح، لكن احنا ولا يهمني، كل حي يحط لسانه ببقه ونفتح عينينا كويس. عطوه دفع لي 7 جنيه وانت يا احمد 27 جنيه و40 قرش، وعوض 29 جنيه و60 قرش، وانا 62 جنيه ونص، وشمس ربع جنيه. لو حطينا دول على اللي لميناه قبل كده يبقى لسه ناقصنا 84 جنيه على التأمين اللي عايزه التاجر. يا ريت عندي حاجه غير الجلابيه اللي عليا كنت بعتها. خد يابا ادي 150 قرش اهو، انا بعت ساعه. ساعه؟ اه جري بتاعي. فيك الخير. خد يابا. ايه ده؟ بعد مرسي هعمل بيهم ايه يابا؟ بكده يكفوا زياده. عم حسين واللي معاه جابوا فول يكمروه، يا خبر اسود يا ولاد، كم اكيد هيقع النهارده. خش يا ولد على دارك، خش خش يا ولد على دارك يا ولد، خش خش. يكمروا كلام اهدى يا عمده. اسمعوا، ليله فرح سلوى هنجيب للفلاحين غزيه، فهمت يا عطوه؟ يتصلني مبور اذا كنت فاهم حاجه. الفلاحين هيتلموا حواليه لما يستغللوا، تاخد رجاله من بتوعنا وتروح تغرق مكاميرهم. شهدت لك يا عمده، في دي بقى هتكون نهايتهم، دول دفعوا اخر مليم عندهم. ايوه بس القرشين اللي حلت اديتهم لعم حسين. أنا مش اديتك 10 جنيه عشان تشترك وياهم؟ أيوة فاكر، بس هم قضوا؟ وشرف يا جناب العمدة، أنا حاطط 40 جنيه من عندي. معلش يا عطو، الحساب يجمع. السلام يا عم حسين، ايه اللي جابك دلوقتي؟ الحراسة عليا الليلة كمان ان شاء الله. انا جاي اقعد بدالك الليلة وانت تقوم تروح الفرح. فرح؟ بلاش عداوة مع العمدة على المكشوف كده. وده كلام يا عم حسين، زينب محتاجة لك في ليلة زي دي تقعد جنبها. روح اقعد جنبها وانا هفضل هنا. تعب عليك، ده انت بقالك ليلتين سهران. تعبك راحة يا عم حسين، كل يهون. تشكر يا ابو فتحي.
بس ما وصيش. فتح عينك كويس. عيب، اعتمد على الله وعلي يا عم حسين. Thank you.
انت نمت؟ ابدا. امال ازاي ده حصل؟ يبقى هو عطوه ما فيش غيره، قاعد مكاني هنا امبارح يجي ساعتين. الكيل فاضي يا ناس، الكيل فاضي. لازم اخلص عليهم، العمده وحسنين وعطوه الكلب. يا حضره العمده، يا حضره العمده، الحق يا حضره العمده، البلد كلها بتغلي والشرر طاير من عينيه. طيب روح قول لحسنين يحصلني على الزراعيه، وخليك انت مع اهل البلد. ايوه بس انا خايف يا حضره العمده. ما تخافش، هنشوف رشاشات المكموره الشرقيه ولا شوم وعصي الفلاحين. في سلبة زي البهايم اندال. على فين يا عطوة؟ انا ماليش دعوة، ده العمدة وحسنين هم اللي غرقوا الفول. يا علي احمد، حرام تودي نفسك في داهية في حلوف زي ده، سيبهول انا. انا مليان مجنون، انت انا مظلوم. قولي فين العمدة وحسنين دلوقتي؟ وشرفي ما اعرف. انت قلت لك وشرفي ما اعرف. طب لا بشرفك ما تعرف هما فين؟ بشرفك ما تعرف هما فين؟ تعال هنا، تعال. ما دام بتحلف بشرفك ما تعرفش حاجه، يبقى هنذبحك ونسلمك. لا 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 لا، انا في عرضك، في عرضك. قول لي هما فين؟ راحوا المكموره يجيبوا سلاح. يا احمد خليك انت مع الحلوف ده، وانا جارجي على المكموره الشرقيه. سمعتي انا؟ ده انا محضر له هو وباقي رجاله العمده حته الزفه ما حصلتش ابدا. شوف مين اللي قفل المكمور. Thank you.
حالك يا زينب؟ أنا بيتهيألي إن أبويا ومرسي معانا دلوقتي.